زين، ايش الاسباب اللي ادت الى ان الطفل يكون عنده هذه النظره الدونيه او انخفاض تقدير الذات؟ قبل قليل تكلمت عن مؤشرات الاعراض اللي تدلني ان طفلي منخفض تقدير الذات لديه. الحين عدت انا ابغى اعرف ايش الاسباب التي ادت الى هذا. طبعا اسباب كثيره، بعض من هذه الاسباب اللي تكلمنا عنها في الاخطاء اللي قبل قليل، هذه الاخطاء تؤدي الى هذا الامر. ارتكاب هذه الاخطاء اللي تحدثنا عنها في اول محور تؤدي الى انخفاض تقدير الذات لدى الطفل، تقدير انخفاض الطفل في تقديره لذاته. كذلك من الاسباب حمايه الطفل بشكل مفرط او القيام بالاعمال عوضا عنه او نيابه عنه. الدلال الزائد هذا وحمايه الطفل بشكل مفرط هذا له نتائج السلبيه. طبعا ايضا الحديث السلبي الداخلي لدى الطفل، ولكن ايش سبب هذا الحديث السلبي؟ سببه نقد الطفل امامه، يعني احنا ننتقده دائما ونستنقصه دائما، فهو كون صوره سوداويه وسلبيه عن نفسه واصبح يحدث نفسه بهذه السلبيات ويركز على هذه السلبيات. يا ايها الكرام الاباء والامهات، السلبيات موجوده في كل ولد، لكن الخطر كثير ان احنا ننفخ 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 في هذه السلبيات ونبهشها ونكبرها ونغفل عن الايجابيات اللي موجوده. ما في ولد الا وله ايجابيات وله سلبيات، لكن احنا نجلس نركز على السلبيات ونغفل الايجابيات، هذه هي المشكله. ويعني تاكدوا تمام التاكد وحفظوا مني هذا السطر او هذه الجمله او هذه القاعده، ليس هناك اطفال سيئون بل هنالك يعني سلوكيات سيئه وبس. ما شيء طفل سيء وطفل زين، انما في سلوك سيء وفي سلوك ايجابي، واللي يحصل ان نركز على السلوك السلبي ونبهش السلوك السلبي وننفخ السلوك السلبي حتى يعتقد هذا الطفل نفسه انه سيء، وبالتالي يصبح يحدث نفسه بهذا الحديث السلبي.